اليوم نتناول النشرات الأخبارية مع منشئي المحتوى، فيجب على كل قناة أن تنتبه إلى الإيميل الخاص بها، حيث في كل شهر تصدر بعض النشرة الإخبارية الشهرية لمنشئي المحتوى، هذا في شهر أيلول بالنسبة لقناتي. فيعني بها هاي فد ميزة أنه تدليك على مثلا عدد المشتركين الجدد اللي دخلوا قناتك، مثلا هنا العدد 31 مشترك، إجمالي عدد المشاهدات، زين وقت المشاهدة بالدقائق، زين. فإذا والميزات الجديدة أيضا ممكن أنه نطلع عليها من خلال البريد اللي يوصل لنا في كل فترة. فإذا الميزات الجديدة، أول شيء المطالبة بعنوان URL المخصص قبل فوات الأوان، هذا يعني واحد لازم حتى سهولة الوصول إلى القناة مالتك. ونقدم إليك ميزة المقاطع، يعني الفيديو اللي ممكن أنه تنشئه ممكن أنه نقسمه إلى مقاطع تتراوح من 5 ثواني إلى 60 ثانية، وهاي تسهل الوصول إلى قناتك بشكل أكبر. يعني ونكتب بالوصف نكتب شورتس حتى الوصول إلى خصائص جديدة وزيادة عدد مشاهدين اللي يدخل القناة. فإذا الميزات الجديدة، أول شيء عنوان URL المخصص، واثنين ميزة المقاطع اللي هي تتراوح من 5 ثواني إلى 60 ثانية، وتسليط الضوء على منشئي المحتوى، يعني جولة خاصة خلف الكواليس حتى نطلع على كيف أنه المنشئ المحتوى يسوي الفيديو الخاص به. فإذا فريق اليوتيوب في كل شهر يقدم لك، طبعا هاي تقدر تشترك بيها يعني عبر الإيميل أو الجيميل الخاص بالقناة، ويوصلك شهريا حتى يساعدك في تطوير قناتك. هنا الاطلاع على المزيد من الإحصاءات، إذا يعني هنا something went wrong، يعني لو إيميل يعني النت ضعيف، لو هذا توصلك إلى بعض الإحصاءات اللي ممكن القناة وصلتها، لأن هذه تفيد في تطوير المحتوى من قبل منشئي المحتوى. فأأمل أنه هاي المعلومة فادتكم، ويمكن الاشتراك بها عن طريق اليوتيوب كرييترز، وهنا هاي يسموها إلغاء الاشتراك إذا ما تريد توصلك النشرة الشهرية اللي تطلعك على أنه قناتك تطورت لو لا. شكرا وإلى لقاء آخر.